آلام العظام أصبحت من الآلام اللي بيعاني كتير من الشعب المصري منها، مش الكبار بس، الصغيرين كمان، وخصوصا آلام العمود الفقري. يعني زمان كان يعني نشوف الناس الكبار بتقول يعني عظمي بيوجعني، العمود الفقري بيوجعني، دلوقتي الصغيرين كمان يمكن بيشتكوا أكتر من العمود الفقري. هنتكلم النهاردة عن آلام العظام بشكل عام، وآلام العظام وآلام العمود الفقري بشكل خاص. هيكون معانا، نورنا في الاستوديو، الدكتور علاء الدين الزهيري، استاذ جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب جامعة قناة السويس. صباح الخير يا دكتور، صباح الخير. نهارك سعيد. دكتور، ليه دلوقتي الناس كلها والصغيرين كمان بيشتكوا من آلام العظام بشكل كبير؟ ايه اللي خلى يعني جسم الناس والعظم بتاعهم والعمود الفقري يعني يوجعهم بالشكل ده؟ هو طبعا في اختلاف واضح فعلا زي ما حضرتك بتقولي ما بين يعني البنيه، زي ما بنقول البنيه الاساسيه للعظام في الماضي ودلوقتي. فللاسف الشديد ان الجيل يعني الحالي اضعف جسمانيا وفي البناء العظمي عن الاجيال السابقه. طبعا في يعني عوامل كثيره مختلفه عملت فرق واضح بين الاجيال. بتبدا من الحمل، من حمل الام، والله من قبل الحمل، من قبل الحمل. يعني الحقيقه الموضوع الحلقه ده مهم جدا لانه هيبقى نوع من التوعيه. انا هبتدي الحقيقه من يعني المرحله اللي هي ما قبل الزواج، سواء في الاولاد او في البنات، وخاصه في البنات. تمام. المفروض انه يعني ابتداء من سن ال 12 سنه لغايه سن الزواج دي المكون الاساسي للعمود الفقري اللي بعديها بيتبني حياه الانسان، يعني بالنسبه للقوه العظميه. يعني طبعا التغذيه عامل اساسي جدا في البناء القوي للعمود الفقري. طبعا انتشار الوجبات الجاهزه حاليا، انشغال الام في العمل، طبعا ما فيش وقت انها تعمل الاكل ولو عملته برضه مش هيبقى زي زمان. بالظبط. يعني طبعا طبيعه الاكل دلوقتي الخضروات والفواكه مش هي نفس طبيعه نتيجه عوامل مختلفه طبعا. عدم انتظام الوجبات، يعني كتير جدا من الشباب سواء بتروح المدرسه او بتروح الكليه أو ما بيفطرش، بياكل اي حاجه في الكليه، يتغدى مثلا وتبقى الوجبه مثلا اللي هي يعني بتاعت الغدا ممكن بياكلها متاخر 9 10 مثلا. بالظبط كده، وما بتبقاش يعني ايه في الميعاد المناسب بتاعها. فهو المفروض ان الوجبه بتحتوي على مكونات مختلفه اساسيه. يعني لازم يبقى فيها بروتينات، لازم يبقى فيها نشويات، لازم يبقى فيها فيتامينز، لازم في خضروات. فده مش هيتوفر طول ما هو او هي خارج المنزل طول اليوم. صح. الوجبات الجاهزه دي بيبقى داخلها مكونات صناعيه كثيره جدا. فبتشبع ولكنها ما بتديش القيمه الغذائيه للعمود. بتدي فاتس بس. بالظبط كده، بالظبط كده. فالحقيقه لو احنا عملنا يعني دراسه الحقيقه فيما قبل السن الجامعي او اللي هو سنه اولى جامعه، يعني اول سنه، بين بنات واولاد، اثبتت ان 80% منهم بيعانوا من هشاشه عظام مبكره. يعني احنا المفروض هشاشه العظام او الوهن العظمي او الضعف العظام ده ما يبانش الا في السيدات مثلا بعد انقطاع الدوره الشهريه، يعني بعد الخمسين مثلا، وفي الرجال بعد الستين. احنا اتفاجئنا انه معظم الشباب بيعانوا من ضعف العظام ووهن العظام. كمان عدم وجود اي نوع من انواع الرياضه حاليا، لا في المدارس ولا في الجامعات، فما فيش حد بيمارس اي نوع من انواع الرياضه. يبقى اذا العامل الغذائي والرياضه غير موجوده. فبتطلع البنت، انا بتكلم على البنات اكتر يمكن لان هم عشان بعد كده في حمل وولاده وخلافه. البنت بتطلع العمود الفقري بتاعها ما بيبقاش في الوضع الطبيعي بتاعه. يعني عدم الغذاء السليم بيبقى بيخلي العمود الفقري ضعيف. فالحقيقه انا جايب يعني معايا نموذج للعمود الفقري برضه يمكن يبسط
الفكرة اللي أنا أو الكلام اللي أنا بقوله، إن العمود الفقري ده أثناء الوقوف بيبقى في الوضع المستقيم اللي احنا شايفينه كده، تمام، وفي أعصاب بتبقى جانبية اللي هي بتبقى هنا دي كده وموجودة. المفروض العمود الفقري بقى أثناء الوقوف ده يبقى مايل يمين، يبقى ستريت، ولا مايل شمال، ولا مايل للأمام، ولا مايل للخلف. طيب الأم تعرف إزاي الكلام ده؟ تلاقي ابنها عامل كده دايما. الأم بقى تبص على الابن، أو يعني عشان ما يبقاش فيه إحراج، الأب يبص على ابنه والأم تبص على البنت. المفروض تبقى واقفة والأم تبص عليها من الخلف، بس طبعا من غير الهدوم عشان يبان. فالمفروض بيبقى العمود الفقري أكنه بيقسم الجسم زي الكتاب. المفروض النص اليمين قد الشمال، زي الشمال بالظبط. لو في حاجة كتف أعلى أو كتف أوطى أو في اعوجاج أو في أو في أو في مش ب... أنا بنقول إنها مش هي اللي هتشخص، بس هي مجرد إنها تلاحظ. فيجب الناس تستشير طبيب العظام، لأن يمكن التقويم لغاية سن 22 سنة. إيه عليه بقى يا دكتور؟ اللي هو التقويم بقى. إزاي بقى؟ إن إحنا المنحنيات بتاعة العمود الفقري سواء الجانبية أو الأمامية خلفية دي بنعمل لها تقويم بواسطة ممكن أحزمة، ممكن تدريبات رياضية معينة علاجية، تحريك، علاج طبيعي يعني، نوع من أنواع، بس بيقوم به طبيب العظام يعني، لأنه مش طبيب العلاج الطبيعي. لا مش العلاج الطبيعي، لأن دي طبعا مناطق حساسة، فلازم التحريك فيها يبقى بحساب. صح، واخد بال حضرتك إزاي؟ وبتحقق نسب يعني كبيرة جدا من النجاح، وبتعمل تقويم للعمود الفقري. فلما بتكلم على العمود الفقري دي، لان بعد العمود الفقري ده في حاجه اسمها الحوض. فالحوض ده برضه لازم يبقى في وضع سليم. لو العمود ده معوج يمين او معوج شمال، برضه الحوض هيعوج يمين او يعوج شمال، يعمل بقى مشكله للبنات بعد كده في الحمل. بعد الحمل بقى في بنات كتيره جدا، اولا الحمل بيتاخر، بيحصل اجهاض متكرر، زياده نسب الولادة القيصرية. احنا بنتهم في، انا بسمع كتير جدا بيتهموا دكاترة امراض النساء ان هم بيستسهلوا في حكاية الولادة. لا، هو بيلاقي الحقيقة ان الحوض ضيق او الحوض معوج، صح، او الجنين واخد مش وضع مظبوط جوه، فبيضطر يعمل ال 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 العملية القيصرية، لان العملية الطبيعية او الولادة الطبيعية في الحالة دي محتاجة جسم خطر. سليم. نعم، فهمت. محتاجة جسم سليم الولادة بالزبط. الطبيعية هتبقى فيها خطر على الجنين وعلى الطفل، على الام يعني. فيمكن بقى تقويم العمود الفقري او الحوض في مراحل مبكرة قبل سن الزواج لغاية سن 22 سنة، سواء في الاولاد او في البنات. تمام. طب انا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. بيتقدم الاف في الثانوية العامة الى الكليات العسكرية، ما بينجحش الا نسبة ضئيلة جدا، عشان يلاقوا ناس. انا بشارك في الكوميسيون الطبي وفي بينتدب يعني في الكشوفات دي، لان بيبقى اعداد ضخمة جدا، بيبقى صعب جدا نلاقي عمود فقري سليم في الالافات دي عشان تخش الكليات العسكرية، لانها لها مواصفات معينه، لازم يبقى ما فيش اي تشوهات عظميه، ما فيش اعوجاجات، ما فيش فبيبقى صعب جدا نلاقي في الالافات دي كلها في الصبيان في الاولاد جسم سليم عشان يخش الكليات العسكريه. فده مشكله في النسبه للبنات وبالنسبه للاولاد. طيب. نيجي بقى حضرتك، ربنا سهل واصبحت حامل، وده بقى حضرتك تيجي بقى اثناء الحمل تتعب طبعا، لا بتاكل صح، ايوه، ولا بتاخد كالسيوم، ولا بتاخد كالسيوم، ولا بتعمل اي نوع من انواع يعني الحركه. فبتبقى الحمل برضو، تسمعي برضو الحمل الايام دي غير الحمل بتاع زمان. صح، يعني الحمل كان زمان كنا نسمع الست بتولد وعمل الظهر تكون عمل الغداء وعملت عادي. صح. كانت بتمارس حياتها العاديه، دلوقتي لا، بقى مشكله. صح. تيجي بقى الجنين، فين الرضاعة الطبيعية؟ طب هسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. هي دلوقتي عندها نقص كالسيوم وعظمها بايظ وكل الدنيا عندها مش موجود، الجنين بقى بيسحب من الكالسيوم كمان بتاع جسمها؟ دلوقتي الجنين ده هياخد منين؟ هياخد من الأم. يعني الجنين هياخد الكالسيوم، بس بياخد اللي يكفيه ولا ممكن الجنين كمان؟ مخزن فاضي. مخزن فاضي. يعمل ايه هو بقى؟ يعمل هيطلع ضعيف. يطلع جنين كمان ضعيف. ضعيف.
يبقى اذا الام دلوقتي يعني هي اساسا ضعيفه. طب ما الطفل الجنين اللي جاي ده اصلا لو خلفت يعني مره واثنين وكده فبيكون ما كانتش عوضت بيبقى اللي بعده بيتظلم. ايوه لانه بيسحب كالسيوم من الام، هيكون منين؟ ما هيكون من الام، ملوش مصدر تاني. فبيطلع تكوينه نفسه ضعيف. يعني بيبي ضعيف والام خلاص تبقى خلاص ما عندهاش ولا كالسيوم ولا اي حاجه بالظبط كده. جسمها فعشان كده مش معنى كده الدنيا يعني هتقف، لا يعني إيه اذا طيب؟ في هذه الحاله بقى الام تتعالج صح اثناء الحمل، الجنين اللي اتولد ده نلاحظه صح ونتابعه. عشان كده بنقول التشوهات العظميه في سن النمو وكده لازم نلاحظها ولازم نعالجها ونعوض الطفل بالحاجه اللي ناقصاه. طب الطفل اللي عنده نقص كالسيوم ده يا دكتور، هل في مصدر تاني ممكن نعوضه بالكالسيوم غير الكالسيوم اللي هو ما خدوش طبعا من جسم الام؟ في منتجات الالبان، في البيض، في السمك، يعني دي في كافيه مش لازم الخضروات فيتامينز مثلا فيها وفيتامين. كالسيوم؟ يعني ما هو الطبيب يعني نفس الطبيب ممكن يحدد اطفال لكل بيعوض. حاله، ولو في وجاج نقومه نصلحه، ما يبقاش فيه بقى الرجلين ده مقوسه، القدمين معوجين، السنان مش عارف ايه. على تطلعش فكره انا بدري. يعني بفرح جدا ان الطفل يتاخر في المشي والوقوف والتسنين، بتبقى صح الام مستعجله قوي تقول انا بنتي ولا ابني السنان تطلع اقوى. يعني كل ما يتاخر بيبقى احسن، صح بيبقى اقوى. فدي بتبقى نصايح يعني لكل ام الحقيقه اثناء الحمل واثناء الولاده وما بعد الولاده. وده بقى لحضرتك بتيجي بقى مرحله اللي هي بعد الولاده، الام بقى ما تسيبش نفسها، تعمل المفروض ايه بقى بقى؟ لان دلوقتي نقص منها كميه كالسيوم معين، فلازم في الحاله دي بنعمل مقياس اسمه مقياس كثافه العظام. هي الناس فاهمه ان هشاشه العظام يعني لازم يبقى فيه هشاشه، لا، في حاجه اسمها ضعف عظام وفي حاجه اسمها هشاشه عظام. وضعف العظام لما بيتحول بعد كده لهشاشه. لو سبناه، لو سبناه فاحنا ويؤدي بقى الى اللي هي كسور الهشاشه اللي هي اي خبطه اي تعمل كسر. وللاسف ان كسور الهشاشه ما بينفعش فيها جبس، لازم بيبقى فيها مفاصل وشرايح يعني، فطبعا بتبقى مشكله. تمام. فلازم الام بعد الحمل والولاده والرضاعه برضه ما تسيبش نفسها بحيث انها تعوض اي حاجه فقدتها. فقدت. لو في اي بقى اعوجاج حضرتك جانبي يمين او شمال بيضغط على الاعصاب اللي هي الجانبيه دي اللي بتبقى موجوده دي. اللي هي دي حضرتك، فدي طبعا هتسمع بقى الام سواء يمين او سواء دي اللي شمال. بتعمل مثلا تنميل في الدراع او بالظبط، ناس كتيره جدا تيجي تقول لك عندي تنميل في رجليا، مش حاسس بجزء معين، بحس ان في ناحيه خاسه عن الناحيه الثانيه. لو جت في الفقرات العنقيه بتعمل قلق، تنميل في الايدين. طبعا حكايه الفقرات العنقيه دي برضو مشهوره جدا اليومين دول، ودي يمكن ما كانتش موجوده. ليه يا دكتور بقت بهذه مشهوره النسبه؟ كده؟ ليه بقى؟ عشان اولا الكمبيوتر. الناس اللي هي شغلتها بتقعد على الكمبيوتر مده طويله طبعا بتقعد او بيقعد في وضع ثابت لمده معينه وينسى. يعني وضع ثابت وخاطئ كمان. او خاطئ، قد يكون طبعا خاطئ. فالبرامج الجديده بتاعت الكمبيوتر اصبح فيها بتدي زي تنبيه الارم كده كل نص ساعه او 45 دقيقه تتحرك، ان لازم اللي قاعد على الكمبيوتر يقوم يفك جسمه ويقوم يتحرك ويقوم يعمل يعني شويه رياضه كده خفيفه ان شاء الله يقوم يقعد تاني يعني، بس ما يبقاش قاعد لفترات طويله. كمان النقطه دي حضرتك في اللي هو ريموت كنترول. ايوه طبعا الاولاد طبعا والبنات في البيت او في البيت بيقعدوا فتره طويله في وضع خاطئ قدام المسلسلات او قدام الافلام، حتى مكسل يقوم دلوقتي يجيب الريموت كمان. فاصبح الريموت سهل عنده، فبيقعد فترات طويله برضه في اوضاع خاطئه. صح، كان زمان فعلا نقوم نغير القناه، ما كانش دلوقتي فيه. دلوقتي. ما دي بقى التكنولوجيا برضه لها يعني لها سايد افكتس او لها مضاعفات يعني. ده حتى النور بقى بالريموت يا دكتور. بالظبط، كل كل حاجه والتكييف وكل حاجه دلوقتي، فكل ما بيحصل تسهيل كل ما الحركه بتقل. انما لو في حركه حتى لو قاعد في وضع خاطئ قاعد كده هيبتدي يتحرك. لو دخلنا بقى حضرتك مرحله بعد المرحله دي اللي هي بعد انقطاع الدوره الشهريه، بتختلف طبعا من سيده الى اخرى،
لكن في بعض السيدات بتضطر انها تشيل الرحم والمبيض قبل جراحيا لاسباب يعني معينه قبل السن الطبيعي لانقطاع الدوره الشهريه. فهنا بقى في حاجه بنعملها اسمها مقياس كثافه العظام، لان هو طول ما الدوره الشهريه بتبقى منتظمه في هرمونات بتبقى موجوده اسمها الاستروجين والبروجسترون، دول بياخدوا الكالسيوم اللي الواحد بياخده في السيدات يعني توديه في العظام. فلما هذه الهرمونات تنقطع بانقطاع الدوره الشهريه اصبح ما فيش الهرمون اللي يشيل الكالسيوم يودي بالظبط كده. بس لو امراه شالت الرحم بس المبايض موجوده بيبقى ما عندهاش المشكله دي. ما فيش المشكله دي. ولذلك يعني دكاتره الامراض النساء والولاده دايما بيشيل الرحم بيشيل مبيض ويسيب مبيض على اساس يبقى في انتاج للاستروجين والبروجسترون. فهنا بعد انقطاع الدوره يجب بقى السيدات تبتدي انها تلاحظ اللي هو المقياس الكثافه عشان لو في حاجه نقصت تعوضها، وده بيبقى علاجه بسيط. تعوضها بالفيتامينز بالكالسيوم، واخد بال حضرتك ازاي، او ببعض المعوضات اللي هي الاملاح اللي تكون معدنيه ناقصه في جسمك. الحركه بقى بتبقى مفيده جدا. الرياضه ولو رياضه المشي، يعني المشي في اي مكان، بس المشي اللي هو المشي يعني مش مشي مكان مفتوح ومش متقطع، مشي مش متقطع، انا نازله عشان بتفرج امشي مش بتفرج على المحلات. لا مشي رياضي ان شاء الله ربع ساعه 10 دقائق، واخد بال حضرتك ازاي. لا طبعا منتشر بقى حكايه المشايات اللي في البيت والعجل والكلام ده. مفيده برضه يا دكتور مفيده، بس برضه يمكن النقطه دي يعني مهمه، انه بتستخدم بعنف وده غلط. يعني دايما احب ابتدي بالدرجات البسيطه، يعني مثلا هي جابت مشايه في البيت عايزه تخس بسرعه، عاوزه تخس بسرعه وتقول لك عاوزه اخس مش عارف ايه واعمل ايه، فجايبه المشايه تبص تلاقيها راحت مشغله البتاع على سرعه عاليه، تبتدي ركبها توجعها، ضهرها يوجعها عشان جسمها مش متعود على الحركه، جسمها مش متعود على الرياضه. واخد بال حضرتك ازاي؟ فتبتدي المفروض تبتدي بسرعات بسيطه جدا اللي هي زي المشي البسيط، الجسم استوعبها ابتدي ازود تدريجيا. صح. مش ما اخشش مره واحده على سرعات عاليه، ودي بتقابلنا الحقيقه، بنشوف سيدات كثيره جدا بتعاني من الام في الركب والام في الظهر وكده، عشان استخدمت الاجهزه بشكل خاطئ او بشكل سريع. فلازم يبقى العمليه تدريجيه او المشي العادي احسن. يعني المشي في اي مكان يعني مهم جدا. في نقطه برضه قبل ما انسى الحقيقه، بالنسبه للاطفال كمان انا بحاول يعني ادي توعيه فيها في حاجات مختلفه. الشمس المباشره يعني من الساعه كام لكام يا دكتور؟ بقول لسيادتك يعني دلوقتي لو الطفل خد كالسيوم وخد لبن ولبن الام وكل الكلام ده كله بدون الشمس زي قلته، يعني ما عملناش حاجه. الشمس دي لازم تكون مباشرة، مش من ورا ازاز ولا ستارة ولا من فوق الهدوم، لازم يبقى من يعني لازم على الجلد مباشر، مش لازم على الدماغ يعني الرجل مثلا يعني مثلا الطفل بيلبس زي سالوبيت كده بسيط ولو جو جميل كده كويس ممكن اطلعه في الشمس. الشمس اللي هي قبل اذان الظهر الساعة 12 او بعد اذان العصر، يعني بعد 4 مثلا. ايوه دي احسن شمس، لان بتحول الكالسيوم فيتامين د اللي تحت الجلد تنشطه عشان تمتص الكالسيوم تدخله في العظم. لان مهما انه ياخد كالسيوم هيفرز من جسمه بدون ما يستفيد بيه. طب ما ينفعش ياخد كالسيوم مع فيتامين د؟ لا ما هو فيتامين د مش اللي في الادويه غير فيتامين د اللي تحت اللي في الشمس. اللي في تحت الجلد اللي هو الطبيعي. ده انشط يعني مش عاوز اقول لحضرتك اضعاف الفيتامين د اللي يعني. وبعدين الشمس عندنا ده طول السنه. صح. الايام دي يعني في الشمس أي كمان بدات في اي مكان يعني الشمس موجوده يعني في اي مكان سهل جدا يعني. تمام. دكتور اسباب الاصابه بالانزلاق الغضروفي هل بيبقى سببها اهمال في علاج العمود الفقري ولا ايه هو السبب بتاعها؟ اشوف حضرتك بقى كل اللي قلناه ده طبعا هيؤدي الى ضعف مكونات العمود الفقري. ايه هو الغضروف؟ الغضروف ده اللي هو الجزء الغامق اللي موجود
بين كل فقرة والتي تليها. المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى عامل هذا الجزء زي حاجة كاوتش بتساعد على امتصاص الصدمات وال... يعني زي السوستة. فلو ان المكونات العظمية دي نفسها ضعيفة ما تشيلش الجسم وزن الجسم، يعني المفروض ان العمود ده هو اللي بيشيل الجسم، نفرض هذا العمود ضعيف يبقى كل الضغط هيبقى على العمود الفقري. فبيحصل انضغاط على العمود الفقري وبالتالي انضغاط على هذه الغضاريف، فتبتدي الغضاريف دي تنزلق من مكانها، عشان كده بيسموه انزلاق غضروفي. يعني الفقرات بتضغط على بعضها بضغط الجسم كده زياده الوزن كده. فاذا هتضغط على اللي هو الشوك ابزوربر اللي هي بيمتص الصدمات، بيضغط كده يعني حسب وزن الجسم يعني. فبيحصل انضغاط على هذه الغضاريف. اذا الغضاريف دي انزلقت من مكانها هتضغط على الاعصاب الجانبيه دي حضرتك، سواء يمين او سواء شمال، ده اللي احنا بنسميه الانزلاق الغضروفي. اللي عاوز اقوله بقى ان مش كل انزلاق غضروفي يحتاج تدخل جراحي. ايه بقى اللي بيحتاج فيه؟ لان ممكن الانزلاق ده يبقى مثلا للامام بعيد عن العصب، يبقى مش هيهمني في حاجه، بس يهمني ان هو لو انزلق وزنق على العصب. طب لو انزلق وما زنقش على العصب ما يرجعش تاني؟ ممكن يرجع تاني برضه بالتدريبات الرياضيه والعلاجيه. وهنا ممكن يشترك معنا بقى العلاج الطبيعي. وده بقى حضرتك بيبتدي الغضروف ده يرجع لوضعه تاني، ما يجراش اي حاجه، ما حصلش مشكله. المشكله ان هو ينزلق ويضغط على العصب. يبقى ايه الحل بقى في الحاله ده؟ هنا بقى في معظم الحالات بيحتاج الى تدخل جراحي. معظم الحالات مش اللي هي بقى اللي بيضغط على العصب. بس اللي بيضغط على انهي عصب؟ اللي في انهي فقره؟ في انهي فقرات بقى؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ مش عارف كنت بتقول سواء فوق لا اللي بنقول عليك اللي تحت بيبقى سهل جدا التدخل فيه. ودلوقتي بيتعمل بالمنظار. ولكن الخطوره بيبقى في الفقرات العمقيه. لان عليك لو شفت هنا القناه اللي هي العصبيه واسعه. في الفقرات اللي مجال للجراح ان هو يشتغل. فوق بقى الفقرات العنقية بتبقى ضيقة. فطبعا بتبقى منطقة حساسة جدا اذا العصب يعني اتلط او اتزنق او حاجة اثناء العملية بتؤثر في تعمل مشاكل يعني. فبنحاول نستنفذ جميع الوسائل العلاجية الاول بالنسبة للفقرات العنقية. طب واللي عنده انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية اللي في الجزء اللي فوق يا دكتور، ايه الحل بقى بتاعه؟ الحل الاول هنعمل له اللي هو العلاج الطبي والعلاج الطبيعي والتحريك. اساس لو في حاجه زنقه حاجه عامله بنفكها. اذا المريض استجاب ومعظم الحالات بتستجيب على فكره. يعني العنقيه بيستجيب للحاجات دي اكتر. الحمد لله يعني. الحمد لله. عن تحت. لان تحت بيدخل فيها عامل الوزن. بيكون وزن الجسم زانق تحت اكتر. انما فوق مفيش لسه الوزن، ما بالنسبه للفقرات العنقيه مفيش مشكله الوزن قوي زي تحت. فبتبقى مشكله بسيطه يمكن حلها. فبنتفادى التدخل الجراحي، بنكتفي بس بالتحريك بقدر الامكان. تحريك والعلاج الطبيعي، وما انصحش باللبس الرقبه دي. لان الحقيقه احنا عاوزين حركه. انما الرقبه هتثبت على وضع خاطئ معين. يبقى اذا هتثبت الحاله على الوضع اللي هو فيه. بس ده اختلاف بقى في اراء الدكاتره يا دكتور. في دكاتره لا هو مش اختلاف، هو الحقيقه يعني في دكاتره بنلاقيها مربسه رقبه انزلاق الغضروف. هو يعني في حاجات بيزكس يعني حاجات اساسيه في الطب بصراحه. فلازم نمشي عليها. عشان يعني في تطوير، بس تطوير للاحسن. ما اعملش تطوير ويؤدي الى يعني الى مشاكل. فاحنا الحقيقه يعني بننصح ان حتى لو لبس دي الرقبة. يعني ولو ما نزلتش عن يوم. طب هو بيلبس الرقبه ليه اصلا؟ بتريح يعني بتشد بترفع الضغط عن العصب. فالعيان بقى خلاص بيتعود عليه، بيرتاح على الرقبه ويتعود عليه. فالعضلات هنا هتضعف، مش هيستغنى بقى عن الرقبه دي خالص اللي هي الصناعيه اللي بيلبسها دي. فاحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين ان المريض عضلاته هي اللي تبقى تحل محل او تحل محل الرقبه الرقبه اللي هو بيلبسها دي.
فدي طبعا يعني لو لبسها يوم او حاجه ما تزيدش عن كده تمام، عشان ما يحصلش مشكله مضاعفات تانية. مضاعفات بالنسبه للكلام ده. على فكره الالام اللي بتيجي بالنسبه للاطراف مع انضغاط الاعصاب دي بتبقى الام يعني شديده جدا، يعني الام فعلا بتخلي العيان بيبقى في عرض او يعني مش متحمل يعني في اي حاجه عاوز يتعالج باي وسيله، لان بتبقى الام يعني فعلا قاسيه. طيب دكتور، فهنا الوقايه بقى خير من العلاج زي ما بنقول. نعمل ايه طيب عشان يعني المريض اول لما يحس بالم في العمود الفقري او في ظهره يبتدي يعالج، ما يسيبش الموضوع يتطور ان هو يوصل انا للانفلاج غضروفي؟ من اول حاجه عاوز الام، كل ام تبص على بنتها والاب يبص على ابنه زي ما اتفقنا. تاني، هو اغلب الاطفال والناس بقت في البيت مامتها تقولها افردي ظهرك، يعني الام بتبقى ملاحظه ان ما هو دي بقى ابنها بيبقى ظهره مش مظبوط. ده اهم شيء في المرحله دي. لو طلع العمود الفقري سليم في المرحله دي مظبوط لغايه سن اللي هو العشرينات، بعد كده هيكمل حياته كويس. دي اهم يعني التقويم فيها سهل جدا. والرياضه يا دكتور طبعا، والرياضه للاطفال. الرياضه طبعا، ممارسه الرياضه، اي نوع من الرياضه مفيد جدا يعني. كمان بقى يعني دلوقتي اللي هو الكاراتيه والكونغ فو والكلام ده، طبعا الرياضات معظم العنيفه الاولاد دلوقتي طبعا والبنات بيمارسوه، وبرضه بيحصل منه مشاكل لان برضه ممكن حركه تيجي مثلا من طفل تعمل مشكله. بالظبط. يعني في بنشوف برضه اطفال كتير جدا وبيعملوا حركات برضه يعني فوق طاقه العمود الفقري، بيؤدي الى مشاكل. او هو اساسا يكون عنده اعوجاج في العمود الفقري وبيمارس اللعبه العنيفه تؤدي الى مشاكل. فاحنا عاوزين برضه رياضه اللي هي يعني مش معنى كده ما يمارس، لا، يمارس الرياضه التي تناسب يعني كل جسم له تناسب قدرات جسم. طب ايه احسن رياضه يا دكتور بتساعد على تقويم العمود الفقري وبتبقى يعني مفيده ان هي مش يعني ما بتعملش مشاكل زي ما هيك بتقول؟ اسهل حاجه ايه بقى؟ العقله. العقله دي ممكن تتعمل في اي بيت. وبتتباع جاهزه دلوقتي، يعني بتتثبت في اي باب، اي باب، والطفل مجرد انه بيتشعلق فيها ما بقولوش اطلع وانزل، مجرد انه بيمسك ويسيب جسمه دي بتفرد الجسم. بتفرد الجسم. دي حاجه. لو امكن السباحه دي في منتهى يعني الجمال بالنسبه لتقويم العمود الفقري. يعني ممكن الجمباز، الباليه مثلا للبنات، يا سلام. الحاجات دي طبعا، بس اقصد يعني انا بتكلم لو ما فيش امكانيه. لقطاع، عشان واحد يقول لي هعمل فين الكلام ده، لا انا بسهلها له. لو ما فيش امكانيه يبقى العقله دي مفيده جدا دي ممكن تعمل في كل بيت لتقويم العمود الفقري. الولد يتشعلق فيها او البنت تتشعلق فيها كده كل اي وقت، هيبتدي الظهر حتى لو في تقوس او في حاجه بيتعدل لوحده، يبتدي يتعود انه يتعدل عليه، بتشد العمود الفقري وتخلي لو في اعوجاجات في اي حاجه تبتدي تعمل له تقويم. ايه يا دكتور احدث التقنيات الحديثه في عالم الطب للعمود الفقري والعظام بشكل عام، يعني نختم بيها الحلقه بتاعتنا النهارده، وحضرتك تقدر تقولها لنا وتطمن الناس ان الدنيا اتطورت، ايه اللي بقى جديد موجود؟ هو كان طبعا جراحات العمود الفقري سابقا يعني تمثل خطوره شديده جدا. يعني يقول لك هيعمل عمليه في العمود الفقري، دي تعتبر من العمليات اللي هي الخطيره، اللي هو يبقى داخل مش عارف ممكن يطلع. ايوه، يعني وهيطلع سليم ما يتحركش تاني، وهيطلع سليم ولا لا. قبل ما ابتدي العمليات، الوقايه اللي احنا قلناها دي كلها، تمام، اذا عملنا الوقايه دي كلها مش هنلجا لاي تدخل جراحي. الأول المشكلة لما كنا بنعمل تدخل جراحي فكنا بنفتح فتحات كبيرة عشان نوصل ونشيل، فأصبح دي في تقنية دلوقتي إن احنا بنخش بالمنظار خلال فتحة صغيرة جدا، وعن طريق حاجة زي شاشة زي تلفزيونية بنوصل لمكان الجزء اللي ضاغط وبنشيله. يعني حضرتك بتحدد بشاشة تلفزيونية مكان اللي مطلوب بالظبط، واثناء دخول المنظار برضه يخش للمكان يعني على قدامي على الشاشه الى المكان اللي انا هشيل منه الجزء اللي ضغط على العصب بس، يعني بقيناش نشيل الغضروف كله، بتشيل اللي ضغط على العصب، الجزء اللي بيبقى ضغط على العصب فقط.
دلوقتي كمان اصبح في تطوير ان لو ان في بعض حالات العمود الفقري بيحصل انزلاق مش غضروفي بقى، الفقره نفسها تنزلق على اللي تحتيها او اللي فوقيها. يعني الغضروف ما بيبقاش موجود اصلا؟ بيبقى موجود بس مع الفقره اللي فوقيه او اللي تحتيه ينزلق للامام او ينزلق للخلف. فاصبح دلوقتي بنتدخل ونعمل له تثبيت للفقره نفسها. عشان برضه ما يزنقش على العصب او يعمل انضغاط على العصب. تمام. دكتور علاء الدين الزهيري، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب بجامعه قناه السويس، نورتنا النهارده. الله يخليك. واتمنى يعني يكون الحديث بسيط. لا، في حاجات مفيده جدا يعني كتوعيه، لان هو الوقايه فعلا خير من العلاج بالنسبه لالام وامراض العمود الفقري. الوقايه خير من العلاج في كل حاجه، في العمود الفقري وفي كل حاجه ان شاء الله. يعني ربنا ما يجيبش اي الم لاي حد ان شاء الله. مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا. رك سعيد.